بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة العلوم. درس النهاردة الجهاز البولي، وده الفيديو رقم 9، الإخراج في الإنسان. الإخراج هو إيه المقصود بالإخراج؟ عملية بتخلص فيها الجسم من المواد الضارة. المواد الضارة دي هي الناتجة من احتراق الغذاء داخل الجسم. هدم الغذاء يعني معناها احتراق الغذاء، بيتم طردها خارج الجسم. المواد الضارة دي ممكن تبقى ثاني أكسيد الكربون، ممكن تبقى الماء والأملاح، ممكن تكون حمض البوليك وحمض البولينة. دي المواد الضارة اللي في الجسم اللي الجسم بيتخلص منها في عملية الإخراج. المواد الإخراجية هي المواد الضارة التي تنتجها خلايا الجسم بعد احتراق الغذاء، نتيجة احتراق أو هدم الغذاء داخل الجسم. رقم 1 ثاني أكسيد الكربون، ده من المواد الضارة، ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، وده الجسم بيتخلص منه عن طريق الجهاز التنفسي، عن طريق الرئتين، في عملية اسمها عملية الزفير اللي هي خروج الهواء. الرئتين هي عضو الإخراج اللي بيخلص الجسم من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. فائدة الرئتين: بتخلص الجسم من غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء في عملية الزفير. الجلد العضو الثاني اللي بيخلص الجسم من المواد الضارة. المواد الضارة اللي الجلد بيخلصنا منها اللي هي العرق، والعرق ده عبارة عن مية زائد أملاح زائدة في الجسم. يبقى الجلد يخلص الجسم من الماء الزائد والأملاح الزائدة. أملاح زائدة بتكون ذائبة في الماء عن طريق غدد خاصة بداخل الجلد، الغدد دي اسمها الغدد العرقية. تالت حاجة عندي الجهاز البولي. الجهاز البولي بيخلص الجسم من البولينة وحمض البوليك وبعض الأملاح الزائدة والماء الزائد. الفضلات النيتروجينية بتنتج عن تكسير البروتينات التي يستخدمها الإنسان في النمو وتعويض ما يتلف من الخلايا. إيه المقصود بكلمة بروتينات؟ البروتينات دي بتنقسم إلى نوعين: بروتينات نباتية من النبات وبروتينات حيوانية. البروتينات النباتية مثل الفول والعدس والفاصوليا واللوبيا والترمس والحمص، الحبوب اللي لها فلقتين اسمها بروتينات، دي بروتينات نباتية. البروتينات الحيوانية اللحوم بكل أنواعها، الدجاج، البقرة، الجاموسة، المعزة، يبقى كل اللحوم حتى الأسماك تعتبر بروتينات ومنتجاتها، يعني الألبان والبيض، يبقى ديت اسمها إيه؟ بروتينات. فايدتها إيه البروتينات؟ تساعد على النمو، تخلي الإنسان يكبر، وتعوض ما يتلف من خلايا وأنسجة. يتم التخلص منها عن طريق الجهاز البولي. المواد الإخراجية الناتجة عن تكسير البروتينات بنتخلص منها عن طريق الجهاز البولي. الكليتين بالذات هما اللي بيستخلصوا هذه المواد الضارة من الدم، وبيتخلصوا منها على صورة بول. الأملاح الزائدة عن حاجة الجسم من المواد الإخراجية، وبتنتج عن تناول الأطعمة المختلفة اللي احنا بناكلها، وبيتم التخلص منها. المواد الإخراجية اللي هو الأملاح الزائدة، التخلص منها بيكون عن طريق أول حاجة الجهاز البولي. الجهاز البولي اللي هو الكليتين بتستخلص هذه الأملاح الضارة من الدم وتتخلص منها على صورة بول. والعضو الثاني الجلد. الجلد بداخله غدد عرقية، وظيفتها بتستخلص الأملاح الزائدة عن حاجة الجسم في صورة عرق، ويتم التخلص منها على هيئة عرق. الجهاز الإخراجي في الإنسان بيتكون من: رقم 1 الجلد، رقم 2 الرئتين، رقم 3 الكليتان. رقم 1 الجلد. الجلد بيخلص الجسم من الأملاح الزائدة والماء عن طريق غدد، الغدد دي اسمها الغدد العرقية، وبتخلص الجسم من هذه الأملاح والمواد الزائدة في صورة عرق. تاني حاجة عندي الرئتين،
والرئتين بتخلص الجسم من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء في عملية الزفير. الكليتان والكليتين موجودين في الجهاز البولي. فايدة الكليتين إيه؟ بتخلص الجسم من الفضلات النيتروجينية زي البولين أو حمض البوليك، وده بيكون في صورة بول. البول سائل بيتم استخلاصه من الدم بواسطة الكليتين. البول بيتكون من 98% مية و2% مواد أخرى. المواد الأخرى اللي هي إيه؟ اللي هي البولينة وحمض البوليك وبعض الأملاح الزائدة الذائبة في الماء. الجهاز البولي هو الجهاز المسؤول عن التخلص من المواد الإخراجية النيتروجينية زي البولينة وحمض البوليك. مكونات الجهاز البولي: الجهاز البولي بيتكون من 3 أعضاء، الكليتان، الحالبان، المثانة البولية. ده الجهاز البولي، كلية يسرى، كلية يمنى، يبقى دول الكليتين. الكليتين بيكونوا بيشبهوا حبة الفاصوليا، بيكونوا موجودين في التجويف البطني من الجهة الظهرية على جانبي العمود الفقري. العضوان الأساسيان في الجهاز البولي هما الكليتين، موجودين فين؟ في التجويف البطني في الناحية الظهرية على جانبي العمود الفقري. وظيفة الكليتين: تنقية الدم من المواد الإخراجية. المواد الإخراجية المقصود بها البولينة وحمض البوليك، لأن كل كلية بتحتوي على مليون أنبوبة دقيقة. المليون أنبوبة هي وظيفتهم استخلاص هذه المواد الإخراجية من الدم. يبقى الكليتين العضوين الأساسيين في الجهاز البولي، مكانهم فين؟ في التجويف البطني على جانبي العمود الفقري من الجهة الظهرية. شكلهم مثل حبة الفاصوليا. وظيفة الكليتين تنقية الدم من الفضلات النيتروجينية عن طريق الأنابيب الدقيقة الموجودة في كل كلية، واللي عددها بيصل إلى مليون أنبوبة في كل كلية. رقم 2، الحالبين، حالب أيسر وحالب أيمن. يبقى الحالبين، الحالب عبارة عن أنبوبة رفيعة تصل بين الكلية والمثانة البولية. طيب وظيفة الحالبين؟ نقل البول من الكليتين إلى المثانة البولية. المثانة البولية، المثانة البولية عبارة عن كيس عضلي بيختزن فيه البول لحين التخلص منه. بعد كده عندنا الشريان الكلوي والوريد الكلوي. شريان كلوي يعني بينقل الدم من جميع أجزاء الجسم إلى الكليتين. الوريد الكلوي بينقل الدم من الكليتين يرجعهم إلى القلب مرة تانية. أول حاجة عندنا الشريان الكلوي. الشريان الكلوي، وظيفة الشريان الكلوي ينقل الدم الغير نقي. يعني إيه غير نقي؟ يعني دم محمل بالفضلات النيتروجينية مثل البولينة وحمض البولي، بينقلهم من خلايا الجسم إلى الكليتين، وداخل الكليتين يتم تنقية الدم من هذه الفضلات الضارة. الوريد الكلوي، الوريد الكلوي وظيفته بينقل الدم النقي. بعد ما الدم اتنقى خلاص تم تنقيته داخل الكليتين، بينقلهم من الكليتين يرجعهم إلى القلب مرة تانية. كيف نحافظ على صحة الجهاز الإخراجي؟ أول حاجة المحافظة على المثانة البولية. عشان نحافظ على المثانة البولية يجب تجنب الإصابة ببعض الأمراض مثل البلهارسيا. والبلهارسيا دي بتصيب الإنسان لما يستحمى في مياه الترعة، لأنها بتعيش في المياه العذبة في الترعة. إيه الضرر بتاع البلهارسيا؟ بتسبب تدمير الشعيرات الدموية الموجودة في المثانة البولية. دي البلهارسيا، دودة البلهارسيا، بيكون الذكر والأنثى مع بعض في نفس إيه الشكل. إن شاء الله الدرس القادم تدريبات على الجهاز البولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.